قال بعد ذلك: وأما الآثار، قلنا آيات وأحاديث ثم الآثار، ما ذكره الصحابة فمن دونهم. قال: وأما الآثار فقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل، كميل ذا هو كميل بن زياد، وللشيعة دعاء ينسبونه إلى كميل، هذا معروف بدعاء كميل يدعون به: العلم خير من المال. يقول علي لكميل: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والعلم حاكم والمال محكوم عليه، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو بالإنفاق. يقول الشيخ السامي رحمه الله: قال: قد جمعوا الكنوز ألفا ألفا، وقد جمعنا العلم حرفا حرفا، ولو بحرف واحد أعطونا ألفا من الكنوز ما رضينا. وكيف يرضون؟ وهل يستبدلوا باق بفان من يعي ويعقل؟ والمال إن أنفقت منه شقصا لا شك أدخلت عليه نقصا. والعلم لا، العلم ينمو بالعطاء. وقال علي أيضا رضي الله عنه: العالم أفضل من الصائم القائم المجاهد. قالوا في بعض الأثر: نوم العالم أثقل في موازين الله من عبادة الجاهل. هذا جالس قائم راكع ساجد والعالم نائم، هذا موازينه ثقيلة برقدته، وهذاك يشقى بصلاته وعبادته. وإذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها إلا خلف منه. إذا مات العالم، إذا ما مات ذو علم، هذا خمسة، خمسة يبكى عليهم، خمسة حقيق بالدموع أن تسح دما عليهم إذا ماتوا. إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ثلمت من الإسلام ثلمة، وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقصة ونقمة، وموت فتى كثير الجود محل، ففي إبقائه للناس نعمة، وموت الفارس المقدام هدر، فكم شهدت له بالنصر عزمة، وموت العابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظلمة. فحسبك خمسة يبكى عليهم، وباقي الناس منقصة ونقمة، وباقي الناس هم همج رعاع، وفي إيجادهم لله حكمة. يثقل بهم الأرض يعني. وقال نظما: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أكمل أحياء. وقال أبو الأسود: ليس شيء أعز من العلم. الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: خير سليمان بن داود عليهما السلام بين العلم والمال والملك، فاختار العلم فأعطي المال والملك معه. وسئل ابن المبارك عن عبد الله بن المبارك: من الناس؟ فقال: العلماء. قيل: فمن الملوك؟ قال: الزهاد. قيل: فمن السفلة؟ قال: الذين يأكلون الدنيا بالدين،
ولم يجعل غير العالم من الناس، لأن الخاصية التي يتميز بها الناس عن سائر البهائم هو العلم. فالإنسان إنسان بما هو شريف لأجله، وليس ذلك بقوة شخصه فإن الجمل أقوى منه، ولا بعظمه فإن الفيل أعظم منه، ولا بشجاعته فإن السبع أشجع منه، ولا بأكله فإن الثور أوسع بطنا منه، ولا ليجامع فإن أخس العصافير أقوى على الفساد منه، بل لم يخلق إلا للعلم. وقال بعض العلماء: ليت شعري أي شيء أدرك من فاته العلم، وأي شيء فاته من أدرك العلم. قال صلى الله عليه قال عليه الصلاة والسلام: من أوتي القرآن فرأى أن أحدا أوتي خيرا منه فقد حقر ما عظم الله تعالى. وقال فتح الموصلي رحمه الله: أليس المريض إذا منع الطعام والشراب والدواء يموت؟ قالوا: بلى. قال: كذلك القلب إذا منع عنه الحكمة والعلم 3 أيام يموت. ما شاء الله، وهي 3 أيام، وهذه 3 أيام ذي لا شيء عجب عند العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة 3 جمع نكت في قلبه نكتة سوداء. 3، وهذا يقول إيش؟ اللي يترك مجالس 3 أيام ما يحضر مجالس علم فقد مات قلبه. لا إله إلا الله، مات قلبه. ولقد صدق، قال الغزالي أبو حامد يقول: ولقد صدق، فإن غذاء القلب العلم والحكمة وبهما حياته، كما أن غذاء الجسد الطعام. ومن فقد العلم فقلبه مريض وموته لازم، ولكنه لا يشعر به، إذ حب الدنيا وشغله بها أبطل إحساسه. آخر الآثار، قال: وصايا لقمان لابنه، قال: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك. زاحمهم بركبتيك يعني سابق على مجالستهم، ما تزحمهم. يعني واحد جلس كذا ميز أحد العلماء وضغط على ركبته، قال: مالك ولد الله يهديك؟ قال: يقول زاحم العلماء بالركب. قال زاحمهم، لكن ما قال كسحهم. الله يبارك فيك، تكسحت. يقول: تكسحت. يقول: فزاحمهم يعني سابق إلى مجالسهم. شيخ السالم يقول: مزاحما أهل العلوم بالركب وساعيا لنيله كل الطلب. فإن الله سبحانه يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل السماء. وقال بعض الحكماء: إذا مات العالم بكاه الحوت في الماء والطير في الهواء، ويفقد وجهه ولا ينسى ذكره. وقال الزهري رحمه الله: العلم ذكر ولا تحبه إلا ذكران الرجال. العلم فحل كما يقول الشيخ السامي، لا يطيق حملة إلا الذي يكون منا فحلا. الشيخ السامي نظم هذا الكلام، وهذا آخر ما قاله في هذا الباب. وفضائل العلماء كثيرة وفيرة، بل ذكروا عجائب وغرائب من ذلك. سنقف عند هذا الحد، لنتكلم في اللقاء القادم إن شاء الله عن فضيلة التعليم، ونوجد إيجازا كذلك. قالوا يعني مما نظموه في ذلك في فضائل العلماء، يقول الشيخ محمد بن شامس رحمه الله: ونظر للعالم الكريم أحب عند الخالق العظيم من اعتكاف العام بالتمام، وذلك في المسجد الحرام. سبحان الله، هذه الأماكن الباطنة، هذه ساحة الباطنة، كان يرد بالعلماء والناس في خير، علماء عباد أيضا. الشيخ سعيد بن حمد الحارثي رحمه الله يقول لي مرة بنفسه من فمه إلى مسمعي، يقول: هذا ساحل الباطنة كان من زمان أدركناه. يقول: الناس من بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس تسمع لهم دويا بالقرآن كدوي النحل. الناس المسافرين الرايحين والجايين يسمعون بالقرآن والتهليل والتسبيح والذكر. قد يهلل واحد منهم لا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة بصوت عال، ويضج المسجد والناس
يقول حتى تسمع الذكر تعلو به الحناجر الأفواه. والعلماء كانت الأرض خصبة بالعلماء، والآن أقفرت وأمحلت تو أعوذ بالله، هذا مرفوع عنهم القلم. يعني تعجب الآن حرمان غريب، تسمع عاد لم يكلمك واحد يقول لك، يقول الحمد، شوف كيف الناس يقول، كل حد يغني، اللي فوق النخلة يغني، واللي يسقي يغني، واللي يرعى يغني، واللي يحطب يغني. تبدلت البلاد ومن عليها. ونظر، فلذلك فقدنا النظر إلى العلماء ومجالسة العلماء. شوف ارتفع العلماء، ارتفع الخير والبركات. نظرة للعالم أفضل عند الله، العالم الصالح، نظر إلى العالم العامل أحب عند الله من اعتكاف عام في المسجد الحرام، ونظر للعالم الكريم أحب عند الخالق العظيم من اعتكاف العام بالتمام، وذلك في المسجد الحرام. وصحبة للعلماء ذوي الهمم، دين كذا الجلوس عندهم كرم، والمشي معهم فهو فخر، والنظر إليهم عبادة لمن نظر. وقد أتى أن جلوس ساعتي يكون عند العلماء القادة، أحب عند الله من عبادتي من يعبد الرحمن ألف سنة، لا يعصينا ذا الجلال الأحد في ذلكم طرفة عين أبدا. جلسة ساعة مع العلماء أفضل عند الله من عبادة ألف سنة لا يعصى الله فيها طرفة عين. فضائل كلها. يعني الإمام الغزالي جزاه الله خيرا أتى بهذه الفضائل العاجة الضاجة لتنهض الهمم لطلب العلم والقراءة والتعلم والمواظبة على الحلقات.